يتطلع هذا الفريق للعودة مرة أخرى لدائرة النخبة في إفريقيا. كرة خطيرة للنادي الرياضي الصفاقسي، الهدف الأول، الهدف الأول للفريق التونسي، أسبقية مبكرة عن طريق اللاعب فراس شوات. شوات يسجل هدف التقدم من فوائد الإيجابية لمدرسة الصفاقسي، يملى فريق التقدم. النتيجة الآن للنادي الرياضي الصفاقسي التونسي 1-0. كرة داخل منطقة جزاء المولودية تجد المتابعة، وسط باهت كبيرة في دفاعات الفريق الجزائري أمامنا. تمرير داخل المنطقة والكرة بشكل ممتاز تلعب من وليد القروي لتجد فراس شوات. فراس شوات لاعب تكون في مدرسة النادي الرياضي الصفاقسي، يقطع كرة في مرمى الشوشي ليمنح النادي الرياضي الصفاقسي أسبقية اللي صوبها اللاعب وليد درارجة. درارجة كان لاعب سابق لحسين داي، لعب ايضا مع مولودية العلمة. الثاني الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي، ثنائية لفراس شوات. شوات يتابع كرة ويضع في مرمى الفريق الجزائري، الهدف الثاني للفريق التونسي. خلاص انتهت الامور، حسمت بثنائية شوات. شوات بحث عن كلمة السر ليجدها في آخر لحظات هذا اللقاء كما وجدها في بداية هذا الموعد. شوت كان على موعد في بداية هذا الموعد وفي نهايته يسجل هدفين في مرمى المولودية. هذه المرة الباص كامل القروي، انطلاق المرزوقي، مرزوقي قدم هدية للشوات والشوات يقبلها ويسجل ثاني أهداف النادي الرياضي الصفاقسي. النتيجة الآن تقدم تونسي على حساب المولودية بهدفين مقابل الصفاقسي. الصفاقسي سجل ثالث أهداف أمريكا اليوم، يحقق انتصار كبير، يرجع ذكريات الرباعية في مرمى المولودية 2005. 3-0 الهدف الثالث للفريق التونسي. انهار المولودية، تمويه ممتاز من العمدوني، عمدوني خالد الشوشي، وكرة العمدوني تعلن عن ثلاثية رائعة للفريق التونسي. أمامنا الإعادة مرة أخرى، الإعادة والتصويب، الكرة في الشبكة تتكلم عن مع فريق تونسي. فوصل الرابع، الرابع 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 بذكريات 2005، بذكريات الرباعية. الرابع يأتي من خلال رأسية، رأسية تغالط وتفاجئ، فوز الشوشي، عمدوني كروس بالمقاس، ويا راس رأسية، رأسية تاخذ طريقة نحو الشباك. شوفوا الإعادة مرة أخرى، الإعادة للهدف الرابع بإمطال مرزوقي. يعني الأسماء البديلة صنعت الفارق، الأسماء البديلة كانت وراء تدعيم المرزوقي والعمدوني. عمدوني سجل ثالث والمرسوق